الرئيس السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن 2019. رئيس لجنة المراقبين الدوليين في الحديدة يحذر من تبعات عدم تنفيذ اتفاق السويد. والشرطة العسكرية الروسية توسع مناطق دورياتها في الشمال السوري. العاشرة صباحاً الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية من فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سيطرح خلال المؤتمر رؤية مصر لسبل التوصل لحلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، كما سيعرض رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقي خلال المرحلة المقبلة في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي للعام الجاري. وأشار راضي إلى أن زيارة الرئيس إلى ألمانيا ستتضمن أيضا عقد لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية، كما سيلتقي الرئيس بكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات في ألمانيا والعالم. ويناقش مؤتمر ميونخ للأمن مستقبل مراقبة الأسلحة والتعاون في السياسة الدفاعية وتسليط الضوء على التفاعل بين السياسات التجارية والأمنية بدول العالم. المزيد في عن المؤتمر في العرض التالي. شهدت العلاقات المصرية الألمانية تطورات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث انتقلت من ما يمكن وصفه بالجمود عقب ثورة 30 من يونيو إلى التوافق والتعاون الوثيق في جميع المجالات، فضلا عن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين. المزيد في سياق العرض التالي مع الزميلة دانا مدحت. أهلا ومرحبا بكم. ترتبط مصر وألمانيا بعلاقات استراتيجية وطيدة تعكسها الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة. كان اللقاء الأول بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل خلال زيارة الرئيس السيسي لألمانيا في يونيو 2015، وكان اللقاء الثاني في مقر الأمم المتحدة على هامش حضور كل منهما جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من نفس العام. ثم التقى الرئيس السيسي بالمستشارة أنجلا ميركل خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغشو الصينية في سبتمبر عام 2016. وفي مارس 2017 قامت المستشارة الألمانية بزيارتها الأولى إلى مصر، وعقدت اللقاء الرابع مع رئيس السيسي. أما في يونيو من العام نفسه قام رئيس السيسي بزيارتها الثانية إلى ألمانيا، حيث شارك خلالها في قمة الشراكة مع إفريقيا في إطار مجموعة العشرين. وفي أكتوبر 2018 زار رئيس السيسي ألمانيا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع إفريقيا. هذا بالإضافة لزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كلا البلدين، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.
أما من الناحية الاقتصادية تعتبر مصر ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط، بلغ التبادل التجاري نحو 4.7 مليار دولار عام 2018، وتبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر نحو 641 مليون دولار في نحو 1100 مشروع، بينما يبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية بألمانيا 35 مليون و500 ألف دولار. في 2016 دعمت ألمانيا مشاريع في مصر بقيمة 1.6 مليار دولار، وقدمت مساعدات لمصر بقيمة 150 مليون يورو. أما بالنسبة لمجال السياحة، تمثل السوق الألمانية أهمية كبيرة لمصر، حيث تحتل السياحة الألمانية الصدارة الوافدة أوروبيا وعالميا. كما زار مصر في عام 2017 1,234,000 سائح ألماني. تأتي مشروعات الطاقة في مقدمة التعاون المشترك بين مصر وألمانيا، حيث تم توقيع مجموعة من مشروعات في مجال الطاقة بنحو 12 مليار يورو مع شركة سيمنز الألمانية. الاتفاقيات تتضمن إنشاء محطات لتوليد الطاقة من الغاز وطاقة الرياح، وإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية لتصبح الأكبر في العالم، وأيضا إنشاء 3 محطات عملاقة ببن سويف والبرلوس والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع شركة سيمنز. أما بالنسبة للتعاون العسكري، تسلمت مصر أول غواصة حديثة من طراز تايب في ديسمبر 2016، وفي أغسطس 2017 تسلمت القوات المسلحة المصرية ثاني غواصة حديثة من طراز تايب لتعزيز جهودها في تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط وتوفير الملاحة البحرية الآمنة. ويأتي استلام هذه الغواصات في إطار تعاون عسكري وأمني متزايد ما بين مصر وألمانيا. مشاهدينا الكرام، استعرضنا لكم العلاقات المصرية الألمانية والزيارات المتبادلة. تاريخ طويل يربط مصر بألمانيا، لترتقي العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية في عدد من المجالات، وكان على رأسها المجال الاقتصادي، حتى أصبحت مصر ثالث شريك تجاري لألمانيا في المنطقة العربية. تاريخ طويل من العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين تحول على مدار السنوات الماضية إلى شراكة استراتيجية في مجالات عدة، كان على رأسها المجال الاقتصادي، حتى صارت مصر ثالث شريك تجاري لألمانيا في المنطقة العربية. وساهمت العلاقة المتميزة بين البلدين في اقتحام المؤسسات الألمانية الكبرى السوق المصرية بالاستثمار المباشر أو بالتعاون مع الحكومة المصرية في المشاريع القومية الكبرى ضمن خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وأبرزها الشراكة مع شركة سيمنز العالمية في تنفيذ مشروعات الطاقة الكهربائية خلال الأعوام الماضية. في الحقيقة كانت شراكة في مشروع ضخم لتوفير 40% من احتياجات مصر للطاقة الكهربائية بطريقة مستدامة وعصرية وموثوقة. كان هذا دور سيمنز، ونحن سعداء وفخورون بوقوفنا سويا بجانب الرئيس السيسي خلال إطلاق المشروع رسميا. ناقشنا واتفقنا على 8 مشروعات للطاقة المتجددة في مصر، والتي ستوفر 2 جيجاوات من الطاقة. وفي حال تقسيم العقد الإطاري لمشروعات بعينها، فسنقيم مصنع توربينات الرياح في منطقة قناة السويس. وتأتي تلك الطفرة في التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبرلين في النظرة الألمانية إلى مصر، باعتبارها أحد أهم شركائها بالمنطقة في مجال التعاون التنموي، وأحد أكبر الشركاء على مستوى العالم نظرا لكثافتها السكانية وارتفاع نسبة الشباب فيها وقيمتها السياسية بالنسبة للمنطقة، وكذلك لما تحظى به من إمكانات اقتصادية.
إذ تقدر ألمانيا قيمة التعاون التنموي الحالي بنحو 1,700,000,000 يورو في صورة منح وقروض. بدأت مصر بالفعل مسيرة جادة نحو بناء مستقبل مشرق لأبنائها، ونتطلع فيها لدعم قوى من شركائنا وفي مقدمتهم ألمانيا. ويسعدني في هذا الإطار أن أشيد بما تشهده العلاقات المصرية الألمانية من طفرة في مختلف القطاعات، فضلا عن قيام العديد من الشركات الألمانية بالمساهمة في مشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر حاليا. إنني أتطلع من أجل تطوير الشراكة المصرية الألمانية والارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والألماني الصديقين. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل لمتابعة فعاليات مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط. عبر الأطلسي يمكننا أن نتوصل إلى خطوات قادرة على إحلال هذه التغييرات في الشرق الأوسط. السيدات والسادة، كثيرون منكم يطرحون السؤال: لماذا بولندا مع الولايات المتحدة الأمريكية نظمت هذا المؤتمر في وارسو؟ نحن نعتقد أن لبولندا حق ومسؤولية بخدمة المجتمع الدولي لتكون مكانا للحوار. نحن دولة عضو غير دائم في الأمم المتحدة، ونحن نتحمل مسؤولية خاصة للإسهام في التوصل إلى خطوات عملية تسهم في إحلال السلام. نحن البلد حيث ولدت حركة التضامن، وحيث كنا أرضا للسلام والتحول للديمقراطية. هذا المثال حذوه الكثير من البلدان في المنطقة، وهذا أتى بنتائج إيجابية بعد الحرب الباردة، وقريبا سوف نحتفي بهذه المناسبات. وبالتالي نحن نعتبر أن خبرتنا يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة بالنسبة إلى دول أخرى، بالإضافة إلى أننا نود أن نضع هذه التجربة في متناول الآخرين. بولندا كانت طالما تشدد على أهمية إحلال السلام في الشرق الأوسط، وطالما شاركت في ذلك بما في ذلك في تحرير الكويت في 1990، وأيضا إحلال الاستقرار في العراق بين عامي 2003 و2011، وعلى مدى سنوات شاركنا أيضا في مفاوضات السلام في الجولان والسيناء. بالإضافة إلى ذلك نحن دعمنا الحرب ضد داعش في إطار التحالف العالمي والدولي ضد داعش. السيدات والسادة، يوم أمس سنحت الفرصة لنا لنستمع لممثلي دول المنطقة الذين أطلعون على التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط اليوم، وسوف نواصل اليوم هذه تركز على سبل حل النزاعات في الشرق الأوسط، ولا سيما الحرب في سوريا واليمن. ويمكننا أن نرى أن طبيعتها معقدة، ويمكننا أن نرى كيف يمكن للمجتمعات أن تقع بسهولة في فريسة لهذه الأيديولوجيات. بالإضافة إلى ذلك سوف نتحدث عن عملية السلام وآفاقها في الشرق الأوسط.
وبعد ذلك سيكون هناك سلسلة من اللقاءات مخصصة للتحديات المتعلقة بالأزمة الإنسانية وأزمة اللاجئين، وأيضا السبل التي يمكن أن تلجأ إليها الأسرة الدولية من أجل حل هذه المشاكل. نود أن ننظر إلى هذه المنطقة أيضا بطريقة إيجابية وليس سلبية فقط، وكيف يمكن أن نسهم في السلام والاستقرار. وأيضا في وقت لاحق من هذا اليوم سوف نناقش سبل الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وأيضا الأمن السيبراني وتحديات جديدة بالنسبة إلينا بما في ذلك تمويل الإرهاب. كل هذه القضايا أساسية وتعرقل مسار المجتمع الدولي وبحاجة إلى حلول جذرية. لقد قمنا بالكثير وقطعنا شوطا كبيرا، ولكننا نعتبر أن الشرق الأوسط يستحق تركيزا وانتباها خاصا، وهذا يتطلب أن نتخذ خطوات عملية. نود أن نبدأ بهذا المسار، قد نسميه مسار وارسو، وذلك كي يكون هناك منصة متعددة الأطراف للحوار، وكي يكون هناك مؤسساتية أقوى وتعاون أقوى في الشرق الأوسط. السيدات والسادة، هذا المؤتمر يأتي بعد أسبوع من الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى المنطقة. لابد من أن نمضي بروح التفاؤل التي بثتها هذه الزيارة، وإذا تمكننا من أن نحقق ذلك من خلال هذا المؤتمر سوف يكون ذلك إنجازا بالنسبة إلينا. شكرا جزيلا على انتباهكم، وأعطي الكلمة لوزير خارجية الولايات المتحدة السيد مايك بومبيو. شكرا جزيلا سيد وزير خارجية بولندا، أهلا بكم جميعا، من الرائع أن نراكم هنا مجتمعون في إطار هذه الرؤية. يسرنا للغاية أن نستضيف هذا المؤتمر لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. إن بلدينا يحتفيان بمئة عام من العلاقات الدبلوماسية، وأنا واثق بأن هذه الجهود المشتركة من شأنها أن تكون إيجابية وتسير على المسار الصحيح. نحن نعيش مرحلة أساسية في العلاقات بين بلدينا، وأنا سعيد بأن نرى عددا كبيرا من البلدان مشاركة هنا. هذا شهادة على أهمية وارسو، ولدينا أيضا قادة من العالم العربي وأيضا من إسرائيل، وسوف نناقش مستقبل الشعوب والسلام في الشرق الأوسط. نحن نسعى إلى فترة ومرحلة من التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الموجودة هنا، ولذلك شعوبنا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون هناك تعاون بين كل هذه البلدان من أجل مواجهة هذه التحديات. إن تركيبة هذا المؤتمر تعكس إرادة الرئيس ترامب لجمع الدول من أجل حل كل المشاكل في العالم. هذه هي مهمتنا اليوم، وأمل أن يلعب كل منا دوره. بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كل دولة لديها رؤيتها ووجهة نظرها، ونحن نريد أن نتعاون مع الأشخاص الذين لديهم الرؤية نفسها. نريد أن نستمع إلى الاقتراحات وأن نسمح لكل دول أن تتشارك بوجهات نظرها. أود أن أعرض بعض الأفكار. ما من دولة سوف تهيمن على النقاشات اليوم، ولن تهيمن أي قضية على هذه النقاشات أيضا. يجب كل منا أن يتحدث بصراحة وأن يحترم صوت الآخرين، وأمل أن يكون هذا التواصل إيجابي ويؤدي إلى حوار بناء وليس فقط فرصة للإدلاء بالأقوال كما أفعل الآن.
عندما أختتم كلمتي سوف نستمع إلى الدول الأخرى وسيكون هناك حوارات حقيقية وسوف نتحدث أيضا عن الأزمة في اليمن وأيضا الخطوات التالية فيما يتعلق بالحرب في سوريا وأهدافنا الاستراتيجية التي لم تتغير هناك. وبعد ذلك سوف يكون هناك حديث عن جهود الإدارة الأمريكية من أجل إحلال شامل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأيضا سيكون هناك فرصة لطرح الأسئلة. وبعد ذلك نائب الرئيس بنس سوف يدلي بكلمة أيضا بالإضافة إلى وزراء خارجية آخرين، وأيضا وزير الخارجية البولندي سوف يكون له لقاءات على هامش هذا المؤتمر. وسيكون هناك أيضا خطط عمل فيما يتعلق بمواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب، وأيضا سيكون هناك مشاركات في كل من هذه الجلسات. هذه المحادثات مهمة اليوم، ولكن هذا المؤتمر ليس النهاية. نحن بحاجة إلى خطوات عملية بشأن سوريا واليمن وانتشار أسلحة الدمار الشامل وعملية السلام والإرهاب والأمن السيبراني والأزمات الإنسانية. فالتحديات لن تحل نفسها بنفسها، لابد من أن نعمل من أجل ضمان أمننا. ما من دولة يجب أن تبقى على الهامش، ولذلك اليوم أود أن أبدأ هذه النقاشات. كما قلت في القاهرة منذ بضعة أيام، الولايات المتحدة الأمريكية سوف تواصل العمل على قضايا الأمن في الشرق الأوسط ونكون قوة خير في المنطقة، وهذا برهان على هذا الالتزام. لابد من أن بأن يحدنا الماضي، بل نكون على قدر ما يتطلبه المستقبل من تعاون. شكرا. And part of the session which is open to press. Thank you, media, for. والآن يمكنكم أن تغادروا القاعة، إذ أننا سوف نبدأ بالجلسة بعد دقيقتين. واستقبالا لنشرتنا، رصد المركز العالمي لمجلس الوزراء مجموعة من الشائعات التي انتشرت مؤخرا وردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق. نتابع. تقرير جديد يفند فيه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الشائعات المتداولة في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها شائعة منع قناة السويس عبور السفن المتجهة إلى سوريا. والحقيقة تقول إن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعي ووفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الملاحة الآمن لكافة السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى. كما تداولت المواقع شائعة تفيد بفرض ضرائب على أرباح البنوك. والحقيقة تقول إن وزارة المالية أكدت أنه لم يتم فرض أي ضرائب على أرباح البنوك، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على استقرار السياسات المالية والضريبية. كما أثير الشائعة إلغاء وزارة المالية الإعفاء الضريبي للسكن الخاص البالغ قيمته مليوني جنيه، وذلك في التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي. والحقيقة تقول إن وزارة المالية لم تدرس ذلك الأمر، مشيرة إلى أنه جاري إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون ووضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية على الملاك. وحول شائعة تهجير الحكومة لسكان منطقة الرزاز في حي منشأة ناصر تمهيدا لبيعها لأحد المستثمرين العرب، فالحقيقة تقول إن محافظة القاهرة نفت تلك الأنباء، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في نقل 75 أسرة إلى وحدات بديلة مجهزة بالفرش بحي الأسمرات بعد انهيار صخرة انفصلت عن الجبل الموجود بمنشأة ناصر حفاظا على أرواحهم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة مع توفير سكن ملائم لساكنيها.
كما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتداول حلوى مخدرة بصيدليات، والحقيقة تقول إن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة لوزارة الصحة لم ترصد بيع أو تداول أي حلوى ضارة بالصحة بأي مكان لعرضها أو بمحلات السوبر ماركت. وحول شائعة تسليم التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، فالحقيقة تقول إن استلام التابلت لن يتم إلا من خلال توجه الطالب يرافقه ولي أمره إلى أقرب مكتب بريد، مع ضرورة إحضار مستندات إثبات الشخصية لكل منهما. وحول إشاعة توزيع وزارة التربية والتعليم التابلت على جميع طلاب المرحلة الإعدادية بمختلف صفوفها التعليمية، فالحقيقة تقول إن توزيع أجهزة التابلت بنظام التعليم الجديد يقتصر فقط على طلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي ولا يشمل أي مرحلة تعليمية أخرى. وحول شائعة توقف الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني في مدارس محافظة شمال سيناء لدواع أمنية، فالحقيقة تقول إنه لا صحة على الإطلاق لتعليق الدراسة بأي محافظة من المحافظات، وأن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني منتظمة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية. وحول إشاعة تداول جواكت جلدية قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر المنافذ الرسمية تتسبب في سرطان الجلد، فالحقيقة تقول إن وزارة التجارة والصناعة أكدت أن البضائع المستوردة تخضع للفحص والرقابة. وأضافت الوزارة إن دور الجهات المعنية في الدولة يقوم على أنه لا يجوز الإفراج عن أي منتجات واردة بقصد الإتجار إلا بعد التأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي. وأخيرا، حول شائعة قيام وزارة الآثار بهدم عقار أثري والمعروف بمبنى العنبريين بشارع المعز لدين الله الفاطمي، فالحقيقة تقول إن المبنى ليس مسجلا في عداد الآثار المصرية ولا علاقة لوزارة الآثار بهذا العقار. حذر رئيس لجنة المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة باليمن الجنرال مايكل لوليسغارد ميليشيات الحوثي من تبعات عدم تنفيذ اتفاق السويد. وأكد لوليسغارد أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا خاصا الاثنين المقبل حول اليمن، مشددا على أنه سيكون هناك ضغط سياسي كبير لتنفيذ الاتفاق. وسعت الشرطة العسكرية الروسية نطاق عملها في أراضي شمال سوريا المحادية لمناطق سيطرة فصائل المعارضة المدعومة من تركيا، ودخلت دورية للشرطة العسكرية بلدة عوشرية ذات الأغلبية الكردية الواقع شمالي منبج على بعد كيلومتر فقط من مواقع الفصائل المسلحة. كانت الشرطة العسكرية الروسية قد دخلت الشمال السوري مطلع يناير الماضي بهدف الحيلولة دون وقوع استفزازات في المنطقة، وذلك عقب قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا واستعدادات أنقرة لشن عملية عسكرية بالمنطقة. ختاما إليكم تذكرة بأهم العناوين. الرئيس السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن 2019. رئيس لجنة المراقبين الدوليين في الحديدة يحذر من تبعات عدم تنفيذ اتفاق السويد. والشرطة العسكرية الروسية توسع مناطق دورياتها في الشمال السوري. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.